في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، قامت مصالحنا بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأم دائرة الخروب أمن ولاية قسنطينة بالاستغلال الأمثل لمعلومات مؤكدة تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص تقوم بطرح وتداول أوراق مالية مقلدة ومزورة من العملة الوطنية وكذا الأجنبية عبر إقليم اختصاص. وعليه تم نصب كمين محكم أينما كان عناصرنا بالفرقة من توقيف شخصين في حال التلبس بحوزتهما مبلغ مالي معتبر من الأوراق المالية الوطنية والأجنبية المقلدة. وبناء على ذلك وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تمديد الاختصاص إلى إحدى ولايات وسط البلاد، أين تم توقيف شخصين من باقي شبكة إجرامية. العملية مكنتنا من ضبط وحجز مبالغ مالية معتبرة من العملة الوطنية والأجنبية، هواتف نقالة ومركبة لتسهيل عملية التنقل والتوزيع، مع توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 53 سنة، من بينهم امرأة، مع إحالتهم أمام الجهات القضائية بمحكمة الخروب.